إذا تواصلنا يستمر متابعين الكرام وشوطنا الرابع للجعدان المهجنات الأصايل، هكذا ينطلق هذا الشوط بهذه الأسماء وبهذه الشعارات الرائعة والجميلة. مباشرة إلى مقدمة شوط الصدارة الأولى، ومن يأتي مع المركز الأول مرضي لمحمد بن سهيل بن يطبع العامري، بينما ثاني الأسماء هناك معرف لمبارك بن أحمد بن محمد بن هدفة العامري، بينما التسللات على ثالث الأسماء في هذه اللحظات يتقدم النشمي للدكتور راشد بن حمد بن زفنة العفاري، بينما أيضا الوصول في هذه اللحظة والقدوم متابعينا الكرام من الخلال أيضا هذا الاندفاعي وهذا الانطلاق مشاهدين الأعزاء على رابع الأسماء. ايضا شعار بلقرين ياتي في هذه اللحظات يقدم لنا هتاش الخزع بن محمد بلقرين العامري هنا متابعينا الكرام، ولكن اشعه الشمس لها دور فعال ايضا دائما في كل الانطلاقات، بينما الدخول ايضا متابعينا الكرام هناك من الزاويه الصعبه في هذه اللحظه يتقدم البترول عويضه بسهيل بن حمد بن مضحيه العامري، بينما الدخول الاخر في هذه اللحظه والقدوم مشاهدين الاعزاء من نجد لمحمد بن حمد بن محمد العفاري. هذه نتيجتنا لهذه الأسماء المتقدمة، وهناك أسماء رائعة خلف الخمس ننتظرها بكل شغف لتشعل نار المنافسة وفتيل التحدي، بينما سادس الأسماء في هذه اللحظة مشاهدين الأعزاء ياتي معرف المبارك بن أحمد بن محمد بن هدفة العامري، بينما الدخول من الزاوية الصعبة في هذه اللحظة مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام على السابع الأسماء ياتي أيضا شعار محمد بن سعيد بخليفة الدرعي مقدم لنا الطاير من خلال هذا الانطلاقي وهذا الاندفاع، بينما ثامن الأسماء في هذه اللحظات يتقدم مشاهدين الأعزاء الوضيحي لأحمد بن محمد بن سهيل بن هدفة العامري، يقدم لنا الوضيحي مع المركز الثامن تاسع الأسماء في هذه اللحظات، مهيض لحمد بن محمد بن سعيد العفاري هنا يقدم لنا مهيض هنا بهذا الأداء الرائع والجميل، بينما الوصول الآخر في هذه اللحظات متابعينا الكرام على عاشر الأسماء يصل أيضا سمهوي لعلي بن كرام بن عيضة العامري. هذه النتيجة مشاهدين الأعزاء لهذه الأسماء، ونعود إلى مقدمة شوط الصدارة الأولى. إذا الصدارة الأولى متابعينا الكرام والقيادة في هذه اللحظات مع هتاش للخزع بن محمد بلقرين العامري، يقدم لنا هتاش من خلال هذا الانطلاقي وهذا الاندفاع على الصدارة الأولى، بينما ثاني الأسماء التواصل من نجد لمحمد بن حمد بن محمد العفاري يتقدم في هذه اللحظات على ثاني الأسماء، بينما ثالث الأسماء الدخول في هذه اللحظات من النشمي للدكتور راشد بن حمد بن زفنة العفاري مقدما ومتقدما مع النشمي من خلال هذا الانطلاق على ثالث الأسماء، بينما المركز الرابع الوصول في هذه اللحظة والقدوم مشاهد عزام مرضي لمحمد سهيل بن يطبع العامري قادم في هذه اللحظات على رابع الأسماء، بينما خامس الأسماء المركز الخامس الدخول في هذه اللحظات من البترول العويضة بن سهيل بن حمد بن مضحية العامري القادم مع البترول من خلال هذا الانطلاقي والاندفاع، بينما سادس الأسماء الدخول في هذه اللحظات من الطاير لمحمد بن سعيد بن خليفة الدرعي يقدم الطاير في هذا المسار، وسابع الأسماء يصل سمهوي لعلي بن كرام بن عيضة العامري، بينما هناك الدخول في هذه اللحظة على ثامن الأسماء مشاهدين الأعزاء ياتي مهلك لسعيد بن العثة بن الخزع
بالهركي العامري، بينما الدخول الاخر في هذه اللحظه مشاهدين الاعزاء على تاسع الاسماء ياتي ايضا شعار احمد بن محمد بسهيل بن هدف العامري، يقدم لنا الوضيحي من خلال هذا المسار وهذا الاندفاع، بينما ايضا شعار بالدبي يتواصل في هذه اللحظه مقدما لنا مهيض من خلال هذا الاداء الرائع والاداء الجميل، بينما شعار بن غزول يصل في هذه اللحظات على عاشر الاسماء، يقدم لنا رعد حمد بن الدحبه بن غزول العامري. هذه النتيجه، هذه النتيجه لهذه الاسماء ولهذه الشعارات الرائعه والجميله. نعود الى مقدمه شوط. إذن هتاش على الصدارة الأولى متابعينا الكرام، يتقدم في هذه اللحظات شعار الخزع بن محمد بلقرين العامري، يقدم لنا هتاش على الصدارة الأولى على المركز الأول على القيادة الأولى من خلال هذا الاندفاع وهذا الانطلاق الرائع والجميل، بينما ثاني الأسماء التواصل مع المركز الثاني مشاهدينا الأعزاء من خلال هذا الانطلاق والاندفاع على ثاني الأسماء. هناك الأسماء القادمة في هذه اللحظات مهلك، يتقدم سعيد بالعثب الخزع بالهركي العامري على ثاني الاسماء، بينما ثالث الاسماء هنا الوصول، هنا القدوم من نجد لمحمد بن حمد بن محمد ال عفاري، بينما الوصول الاخر من سمهوي لعلي بن كرابر عيضه العامري، وهنا الدخول من الطاير لمحمد بن سعيد بن خليفه الدرعي، ولكن عودتنا مع اللي راح وقادر مع هتاش اللي لا يرصده، هناك لا ترصده عدسات ولا فلاش، ما شاء الله تبارك الرحمن، راح وانطلق مع الناموس، راح وانطلق مع الانتصار، ويبدو ان التوقيت الزمني في خطر في خطر في خطر. ياتي هتاش بهذا الاندفاع الرائع، بهذا الاندفاع الرائع والجميل، الخزع بن محمد القرين العامري هنا يقدم لنا هتاش من خلال هذا الانطلاق والاندفاع على الصدارة الاولى على المقدمة الاولى، بينما هناك الأسماء القادمة، ولكن هتاش باعد باعد وراح مع مقدمة الشوط. سلام بو محمد، سلام سلام بو محمد، سلام على هذا الأداء الرائع والجميل، من قد يقدم لنا هتاش ويقدم لنا نوعيات رائعة وجميلة. إذا هتاش يصل إلى خط النهاية، يصل إلى الناموس، سلام سلام هتاش سلام، اسعدت صباحا الخزع بن محمد القرين العامري. المركز الثاني سمهوي لعلي بن كرام بن عيضة العامري، بينما ثالث الأسماء مشاهدين عزاء الطاير وصل مع المركز الرابع محمد الطاير لمحمد بن سعيد بن خليفة الدرعي، بينما المركز الرابع شعار بالهركي أتى مشاهدين العزاء مع مهلك لسعيد بالعثب الخزع بالهركي العامري. المركز الخامس، المركز الخامس رعد لحمد بن دحوه غزول العامري. اذا تهانينا مشاهدي الاعزاء لمالك هتاش الخزع بن محمد بقرين العامري، ما قدم لنا هتاش في هذا المسار الرائع والجميل، والتوقيت الزمني 7:39:54 جزءا من الثانيه. تهانينا وناموس.